بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا شباب في حلقة تتبع الحلقات السابقة. ما زلنا يا إخوان، أذكر أني تركتكم أنا آخر مرة عند هذا الديستريبيوشن، إن شاء الله أني شرحت لكم بشكل جيد. الآن في عدة أشياء يعني متفرقة نلمها مع بعض، بحيث أنه ذكرت لكم انا البلاك بادي هنا سبكترال ديستريبيوشن بلاك بادي اميشن بلانك والاخره، نسيت ما اعرف لكم ايش هو البلانك بادي او البلاك بادي راديشن. البلاك بادي ما هو الا فكره مثاليه زيها زي اذا تذكرون الكارنوت سايكل حقه الثيرموديناميك، يعني هي فكرة مثالية أو أداء مثالي نقارن به أداء الأسطح العادية مع سطح مثالي، زي ما كانت الكارنوت سايكل عبارة عن سايكل مثالية لا احتكاك فيها ولا الريفرزيبيليتيز إلى آخره، كنا نقارن أداء السايكلز الحقيقية معها. فهذا هو يعني فكرة البلاك بادي. البلاك بادي لا يعني لونه أسود، هناك أسطح سوداء مطلية تكون المسافتي حقتها ب 0.9895، يعني ما وصلت لأداء البلاك بادي يعني بيرفورمانس. من أهم ما يميز البلاك بادي حاجتين مهمتين، أول شيء أنه بيرفكت أبزوربر، أوكي، يعني قوة الامتصاصية بواحد، كل الشيء اللي عليه يمتصه، وأيضا بيرفكت إميتر، أوكي، المسافتي حقته بواحد. لما الألفة تساوي واحد للبلاك بادي فمعناته أنه ما في أي إشعاع يعكس منه، ومن باب أولى ما في أي إشعاع يتم تمريره عبر البلاك بادي، أوكي؟ فهذه واحدة من خصائص البلاك بادي. أيضا من خصائص البلاك بادي أنه يبث يونيفورملي، هذه مهمة جدا. يبث the black body is emitting uniformly in all directions، يعني without any dependency على الدايركشن، without any dependency على الدايركشن، لا يوجد لديه افضليه معينه في اتجاهات معينه مثل الريل بادي. الريل بادي كما سنلاحظ انه لديه تفضيل في الزوايا، اوكي، بعض الاسطح تفضل او يعني تبث في زاويه معينه اكثر مما تبث في زوايا اخرى، وهذا يدخلنا في دوامه ضخمه اخفيتها عنكم في بدايه الشرح في الحلقتين الماضيتين، الا وهي انه اذا دخلنا الزوايا فسنصل الى، برجع للبلاك بادي راديشن لكن بوريكم الان، ايوه، انه انا اخفيت الدايركشنال ديستريبيوشن او الاعتماد على الزوايا، وركزنا على اعتماد بلاك بادي راديشن على فقط على الطول الموجي، على الطول الموجي. ايضا من خصائص قلنا ايش؟ قلنا يونيفورم، اوكي، والبث حقه ايضا اقوى ما يمكن. يعني لو عندي بلاك بادي درجة حرارته تي اس وايديال وريل بادي درجة حرارته تي اس زي بعض 100 100، اوكي، فهذا حيبث يونيفورملي وهذا حيبث نون يونيفورملي زي ما انتم شايفين. وايضا حتى لو بث هذا يونيفورملي، اوكي، فالكرة النصف هيمسفير اللي ناتجة عن الريل بادي حتكون اقل من الهيمسفير اللي ناتجة عن البلاك بادي. ليش؟ لان هذا مثلا بتكون الامسيفيتي حقته 0.9 مثلا، فالباور حقه الشعاع هذا حتكون 90% من نفس قوه الباور الناتجه عن البلاك بادي. فجيد، اليونيفورم راديشن لما يكون الهيمسفيريكال ديستريبيوشن هنا يونيفورم يسموه له اسم خاص عندنا في الراديشن نسميه ديفيوز راديشن. اذا سالناك وات از ذا ديفينيشن اوف ديفيوز سيرفيس، هو ذلك السيرفيس الذي يبث بنفس القوه في جميع الاتجاهات، يعني هو ليس داله لا في ثيتا ولا في فاي، لا في ثيتا ولا في فاي. ايش هي ثيتا وفاي يا حبيبي؟ من دون ما اتعمق لك وادخل لك بتفاصيل،
خليني اخذ لي ورقه بس يا شباب. يا ربي رحمتك. اهو الامسيف باور. اوكي الامسيف باور اللي هي واط لكل متر تربيع لكل مايكروميتر، داله في حاجتين، داله في التمبريتشر والطول الموجي، وهذا تحدثنا عنه في الحلقه الماضيه، مما استدعى نحن نجيب بلانك ديستريبيوشن. اوكي ديستريبيوشن وبلانك ديستريبيوشن حلل لنا المعضله هذه. اوكي وايضا داله في ثيتا وفي فاي. وش هي ثيتا وهي فاي؟ بوريك اياها. يعني هذه هي فاي وهذه هي ثيتا. اوكي وعندك ايضا الراديوس. فاحنا امامنا الاحداثيات ايش؟ الاسطوانيه. معايا؟ وبالتالي نجي تبغى اذا طلع عندك الاشعاع او سطح عدقك يعتمد على ثيتا وعلى فاي، فتضطر انك تجيب داله هندسيه اسمها الانتنسيتي، ويصير عندك كوساين ثيتا وساين ثيتا دي ثيتا دي فاي. هذا خارج السكوب، خارج نطاق الاهداف التعلمي اللي عندنا في البكالوريوس، ممكن تؤخذ في نهايه البكالوريوس او في كورس متقدم. ولهذا نقول بالله التوفيق directional effects are not considered in this course. اوكي directional effects are not considered in this course. اعيدها هنا واكتبها مره ثانيه. اوكي directional effects are not considered. يعني الأسطح حقنا assume ان الأسطح حقتنا كلها ديفيوز. اوكي واي سطح خشن يا شباب، خذها قاعده، خشن مصدي والى اخره، زي الجلد هذا الى اخره، غالبا يكون البث حقه almost ديفيوز، يعني هيمسفيريكال. اوكي تمام. طيب آخر حاجة كنت بقولها لكم، لما تكامل على جميع الأطوال الموجية، أوكي يسمون هذا توتال. أوكي هذا اللي علينا التكامل ذا، وبوريك كيف سووه لك. لما تكامل على جميع الزوايا، لما تكامل على جميع الزوايا هنا يسمون هذا هيمسفيريكال فاليو، يعني هي كما لو كملت على جميع الزوايا، دورة مدار وكذا. أتمنى كذا وكذا. فإحنا الحمد لله في الكورس هذا نعتبر أن أنها all hemispherical، الفاليو حقتنا كلها أبوها integrated over the angles. It's uniform. It's not a function of the angles. طيب أرجع وين وصلت هنا. إذا هذا خلصته وهذا خلصته، وبريت بكم على الحمد لله على البلاك بادي راديشن كويس. أنا أذكر وين بديت. أيوة نرجع هنا حبيبي. طيب من الأشياء الهامة جدا يا إخوان عندك في الراديشن، إنك تبغى تحسب من الكيرف ذا قديش فيه راديشن مثلا يبث من زيرو إلى لمدا 1، فهذا مهم عندك أنت. أو مثلا أبعطيك قديش فيه راديشن سطح معين يبث من خلال لمدا 1 إلى لمدا 2، هذه مهمة جدا. طيب إيش عملوا الشباب؟ نرجع نجيب ال، معناته إنه أنت الدالة هذه معطاه لك أهي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دالة في لامدا تو ذا باور 5 وايضا في التمبريتشر، لكن تكاملها متعب جدا، تكاملها ايش؟ متعب. طيب هي بص يا حبيبي الاشياء او الاخبار الحلوه اللي بنعطيك اياها الان. قال لك احنا بنسوي لك التكامل هذا، اوكي؟ انت مش تبغى تكامل من زيرو الى لامدا 1 معينه؟ بلى. قال لك انا اي ويل انتجريت الفاليو هذه من لامدا بي دي لامدا، لكني بقسمها على تكامل اخر من زيرو الى لامدا 1 اللي هو اي لامدا، عفوا اقسمها على تكامل عفوا من زيرو الى انفينيتي اي لامدا بلاك دي لامدا.
إيش معنى الكلام ذا؟ قال لك مش أنت تبغى المقدار هذا؟ قلنا إلا، أوكي؟ قال لك طيب يا حبيبي أنا بجيبه لك، لكني ما بعطيك إياه كقيمة كاملة، بعطيك إياه كريشيو. كيف يعمل الحج؟ قال لك بقسمك على مين؟ على التكامل هذا كله أبوه، من زيرو إلى إنفينيتي. وأنت عارف أن التكامل هذا ما هو إلا سيجما تي تو ذا باور 4، لأننا نتكلم عن أسطح سوداء. الله الله، طيب وطبيعي بما ان هذا اقل من هذا فحيكون فراكشن. قال لك ايوه حيكون فراكشن، ونسميه اف فروم 0 تو لامدا 1. طيب وكيف اقراه؟ قال لك يوجد جدول اسمه ما هو معايا الان، فلهذا رسمته تيبل 12.2 اسمه بلاك بادي راديشن فانكشنز. اوكي، في اربع اعمده، العمود الثالث والرابع ما نحتاجه الان لانه علاقه بالانتنسيتي. اوكي، قال لك شوف إذا أنت تبغى الفراكشن هذا اللي قلت لك، يبغى قل لي كم درجة الحرارة حقت سطحك، وكم الويف لينث اللي أنت تبغى تكامل لحده معايا، يعني how much the temperature. مثلا نقول temperature مثلا 100 معايا، 100 كلفن، وهذه لمدة بكم؟ لمدة قل بعشرة مايكروميتر، أبغى كامل من زيرو إلى لمدة 1. ممتاز، 10% بكم؟ بألف. أوكي، قال لك تقرأ من هنا تحصل الريشيو حقت التكامل من زيرو إلى لمدة 1 على فرام زيرو تو انفينيتي بهذا المقدار. طيب إذا أنا أبغى البسط، قال لك هو مش ما عندك أي إشكال، أضرب هذا في المقام، والمقام إيش هو؟ سيجما في 100 للقوة 4. جميل جدا، جميل جدا، ممتاز جدا. طيب واذا نبغى يا اخوان التكامل، اذا ابغى مش من لمدا 1، لا من لمدا 1 لحد لمدا 2، خلينا ناخذ لنا كمان ورقه جديده. افرض انك طلبك التكامل من فين؟ من لمدة 1 الى لمدة 2. اوكي، طيب اليس التكامل من لمدة 1 الى لمدة 2 يساوي التكامل من 0 الى لمدة 2 ناقص التكامل من 0 الى لمدة 1؟ ردوا عليه شباب، اشبكوا. أليس هذا التكامل اللي 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 اللي, اللي طالبه الراجل ذا يساوي التكامل من صفر للمدة 2 مقسوما على سيجما تي تو ذا باور 4 ناقص التكامل من صفر إلى لمدة 1 على سيجما تي تو ذا باور 4؟ ها تمام. طيب وهذا ايش هو؟ هذا المقدار، هذا هو الفراكشن فروم زيرو. احسنت ايوه، ناقص الفراكشن فروم زيرو تو لامدا 1. حلو، فاحنا كانت درجة حرارة اخونا السطح ما زالت 100، وكان قلنا قرأناها في البداية عند شو اسمه عند 10 مايكروميتر، صح ولا لا؟ أنا أبغى الآن افرض اللمدة 2 عبارة عن 100 مايكروميتر، أوكي؟ هذه من 0 إلى لمدة 1 قرأتها قبل شوي أنا وياكم، صفرين، ثلاث أصفار، 3 2 1. طيب نبغى نجيب اف فروم 0 تو لمدة 2، أوكي؟ طيب قال لك تدخل بواسطة حاصل ضرب درجة حرارة السطح اللي هي 100 كالفن في الطول الموجي اللي تبغى توصل لحده. الطول الموجي اللي ابغى اوصل لحده هو 100 مايكروميتر، وهذه 100 في 100 بكم؟ ب 10,000. ممتاز، خلاص هذا هو قدامك 0.94. اذا يصير 0.914199. اذا نقول الفراكشن من لمدا 1 الى لمدة 2 حيساوي حاصل طرح هذا ناقص هذا، شوف whatever number you have. وهذا الفراكشن يساوي ماذا؟ يساوي الاريا هذه
اوكي مقسوم من على سيجما تي تو ذا باور 4. يعني اذا تبغى الاريا اضربها في اضرب المقدار اللي بتحصل عليه اضربه في سيجما تي تو ذا باور 4 اللي هو في المقام حق الليفت هاند سايد. مهم جدا جدا جدا. عيد هذا السؤال او تاك هو بسيط سهل جدا. ليش؟ لانه هذا بيجيك في الفاينل ان شاء الله باذن الله. لانه هذا كله يعتمد عليه نعتمد عليه في ايجاد التوتال امسيفيتي والتوتال ابزوربتيفيتي والتوتال تاو والتوتال ريفلكتيفيتي الى اخره. ما صعب اوكي اتس نوت ديفيكولت. طيب كذا الحمد لله خلني اشوف ارتب اوراقي يا اخوان. احس اني الحمد لله يعني غطينا بفضل الله الاشياء الرئيسيه اللي نحتاجها. شفتوا كيف؟ واهمها البلانك بادي ديستريبيوشن. عرفتوا كيف احنا حصلناه؟ ماني شما في الاوراق اللي جنبي ماني شايف شيء ما غطيته. والخطوه التي تليها باذن الله الحلقه القادمه حناخذ المفروض ناخذ لنا اكزامبل ان شاء الله تعالى على الباند ايميشن شكله كذا باذن الله. اتمنى اني بسطت لكم الراديشن يا شباب. ولا تنسوني من دعوه صالحه في هذه الساعه يا اخوان او في الساعه اللي انت يعني تشوف هذا الفيديو. وزي ما يقولوا الشباب thumbs up و share with your colleague and make comment حط فلفل كمون صلصة إلى آخره. يلا أشوفك على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.